جلال عبد الحكيم كونترولور على رويال اير ماغوك دوبوي 1979. Je suis rentré au centre royal air Maroc J'ai fait 3 ans de formation. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مع الحدث والتي نخصصها للخطاب الملكي الذي وجهه الملك الى الى الامه في بمناسبه الذكرى الأربعين لانطلاق المسيره الخضراء المضفرة ومعي في الاستوديو الاستاذ ادريس القصوري لتحليل وقراءه في مضامين الخطاب الملكي مرحبا بك سي اهلا وسهلا بدايه سي القصوري كيف تلقيتوا الخطاب الملكي اسمح لي في البداية أن أتحدث عن أجواء التي بت فيها الخطاب وعن المشاهد التي وصلتنا من مدينة العيون قبل بث الخطاب والتي أعتبرها مشاهد استثنائية أعادتنا إلى 40 سنة إلى الوراء وأحيت فينا مرحلة من الشباب وحيت ذاكرتنا وزرعت فينا حماسا جديدا وهنا يقع تفاعل ما بين أجيال كثيرة فكانت هناك أعلام وطنية حسب ما وصلنا من العيون ربما تزيد عن 200 ألف علم أحمر وأخضر تؤتت فضاء وسماء مدينة العيون وكانت هناك أضواء وكانت هناك حشود غفيرة لا تعد ولا تحصى في كل العيون وفي جميع الشوارع والأزقة تنتظر قدوم ومجيء الملك والزيارة الملكية في احتفالية كبيرة دن هذه حول الأجواء بخصوص الخطاب كان من المنتظر حسب المتتبعين والم... أن هذا الخطاب سيكون له وقع كبير ودلالة كبيرة وبالفعل أنه كان له هذا الوقع وهذه الدلالة لأنه وضع النقط على الحروف بخصوص قضية ملف الصحراء فالمغرب أصبح واعيا بأنه لا يمكن أن ينتظر أكثر مما انتظره لأن المسألة وصلت إلى كما قال الملك إلى النفق المسدود والمفاوضات توقفت وبالتالي فالمغرب لن ينتظر مزايدات أكبر على شرعيته القانونية والتاريخية في أرضه ولا بد أن يتحرك من أجل تنمية هذه المنطقة ومد وتحقيق كرامة أبناء الصحراء. الخطاب تميز كذلك بكونه اتخذ مسؤول أكبر وجرأة أكبر في الدفاع عن مصالح المغرب عن مصالح الوطنية وعن مصلحة قضية أبناء الصحراء كما انه تحمل مسؤوليه اكبر في رسم طموحات استراتيجيه لهذه المنطقه حتى من اجل اقلاع تنموي واقتصادي شامل وبكل الوسائل وبكل الادوات والاليات المؤسساتيه والاليات الماليه والموارد والتنفيذ فاعطانا خطه طموحه ورؤيه استراتيجيه على المدى البعيد طموحه جدا من اجل بهذه المنطقه وفقط ليس النهوض بهذه المنطقه وانما جعلها منصه وجسر نحو تنميه افريقيا وبالتالي فالهدف ليس فقط الصحراء وبالتالي اعطانا كذلك كل مقومات احياء وزرع النبض الحقيقي لتنميه هذه المنطقه وادماجها لتتحول مثلها مثل طنجه ومثل عواصم مثلها مثل طنجه ومثل الرباط ومثل الدار البيضاء ومكناس وفاس وكل المدن المغربيه. أه سي القصوري اللي ندخل يعني باش ندخلوا للمضامين ديال الخطاب الملكي أه مجموعه من المصطلحات استعملها أه الملك في في هذا الخطاب الذي يوصف بالقوي والجري والموضوعي أه مثلا يعني هذه العبارات هي التي ستقودنا الى أه يعني الى قراءة مسترسلة في هذا الخطاب، مثلا جاء في الخطاب في بداية الخطاب مرحلة نضج، مرحلة فاصلة، مجموعة من المصطلحات استعملها الملك، بماذا تحيي هذه المصطلحات؟ نعم كذلك مرحلة حاسمة إلى آخره، فهذه المصطلحات تؤكد في تواليها وتواترها وفي كثافتها وتركيزها على أن هناك اقتناعا قويا لدى الملك بانه اننا سنمر الى مرحله جديده ومتجدده في علاقتنا بتنميه الصحراء وان هناك قرارات حاسمه قد اتخذت وان هذه القرارات سترى النور وانها ستكون ناجحه وبالتالي ليست مجرد شعارات وانما سترفق ببرامج عمل ستنزل في ارض الواقع وهنا إرادة إذا سياسية للتعاطي بشكل جديد ومتجدد مع الصحراء من أجل تنميتها ومن أجل حفظ كرامة وتأمين وصون كرامة أبنائها مثلهم مثل باقي جميع مناطق المغرب وبالتالي اتخاذ هذا القرار الجريء عدم الإنتظارية ما ستؤول إليه مفاوضات المشروعية الأممية التي وصلت إلى الأفق المسدود والتي لا يمكن أن تؤثر علينا في تنمية هذا الجزء من وطننا هذه الإرادة الملكية سيد القصوري تظهر ايضا في مصطلحات اخرى مثل تفعيل النموذج التنموي، مثل الصحراء مركز اقتصادي، مثل الاوراش الكبرى، يعني مشاريع كبرى، يعني مجموعه من المصطلحات تهم مثلا يعني المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي بالمنطقه والمجال التجاري. هذه المصطلحات بماذا تحيي ايضا وخصوصا انك ذكرت ان الخطاب الملكي ذكر ايضا انه لا ينتظر اي مفاوضات ولا ينتظر مفاوضات يعني بالامم المتحده ولا اي مشاريع اخرى. هو يركز بالاساس على تنمية الاقاليم الجنوبية لا الخطاب هو يعني لا يخرج عن المشروعية الأممية هو متشبث بهذه المشروعية ولكن في إطار ما قدمه المغرب من حكم ذاتي كسقف أخير ونهائي وليس أقل من ذلك وليس أكثر من ذلك وهذا هو المغرب متش... مسؤول ومبدئي وموضوعي في تشبته بالمشروعية الأممية وبالمفاوضات وبإيجاد حل سياسي متوافق عليه يرضي جميع الأطراف دون خاسر ودون رابح ولكنه لن ينتظر في مد دي لتنميه هذا الجزء من بلدي الام ومن ارضنا ومن وطننا ويكون هناك تفاوت مع الاقاليم الاخرى وهذا سيكون حيفا في حق ابناء الصحراء ولهذا هذه الرؤية هذه الخطه الاستراتيجيه الملكيه تترجم رؤيه دقيقه، هناك تصور ذهني من خلال النموذج التنموي الاقتصادي الذي تحدث عنه فهو لم يتحدث هذه المره عن اوراش معينه فقط او عن برامج معينه وانما تحدث عن نموذج تنموي بمعنى ان الصحراء لها لها خصوصيتها ولها مكونات القطب وان تكون لها نموذجها التنموي وبالتالي اعطانا مجموعه من العناصر لهذه الاوراش او التي تؤتت وتشكل هذه الخطه الاستراتيجيه والتي تشكل موضوع ومضمون هذا النموذج بمعنى انه المساله ليست مساله ورش او تعامل جزئي او تعامل ضرفي او تعامل عارض مع التنميه في الصحراء وانما هناك خطه استراتيجيه منتظمه في الزمان وفي جميع الامكنه وبكل المحاور وتغطي مجالات كثيره سواء تعلق الامر بالبنيه التحتيه سواء تعلق الامر بما هو اقتصادي محض سواء تعلق بما هو اجتماعي سواء تعلق بما هو ثقافي حين يتحدث عن المتاحف وعن اللغه الحسانيه فهو لا ينسى اي شيء فهناك نموذج متكامل يمد يوفر كل ما يحتاجه اي شعب لكي يكون شعبا يحافظ على كرامه سواء تعلق الامر بجانب السياسي فهناك هناك انتخاب وتصويت وحق تدبير شؤونهم بنفسهم في المجال الاقتصادي حق تدبير خيراتهم بانفسهم في المجال الاجتماعي يعني استاذ القصوري الى كلمه الجهويه المتقدمه يعني مما وصلت الى هذه النقطه يعني هذا الكلام يوحي ينقلنا الى مصطلح الجهويه المتقدمه الذي جاء اكثر من مره في الخطاب الملكي اليوم يعني المغرب وصل إلى مرحلة التطبيق الجوي المتقدمة بكل تجلياتها سواء في المناطق في الأقاليم الجنوب وكذلك في الأقاليم الجنوبية اليوم الخطاب الملكي أكد على الجهوية المتقدمة على تطبيقها على أرض الواقع انطلاقا من المنتخبين الذي اختارهم سكان الصحراء المغربية الجهوية المتقدمة هي اليوم في المغرب ربما اخر محطة لاعاده لاستكمال هيكلة المجال الترابي والجغرافية المغربية على اسس ان الدولة تعطي وتفوت خصائص خصائصها المركزية الى كل ما هو جهوي وتترك للجهات مساحة كبيرة لتدبر شؤونها الواقعية والحقيقية والحيوية حسب اولوياتها وتمد لها كل سبل الدعم الدعم والاجراء لتنهض ولتنجح فالدوله اذا لا تتدخل بشكل مباشر ولا تخطط بشكل مباشر وانما هي تؤطر وتحتضن وتمد يد العون وهذا تصور جديد ولكن انا في نظري فالمساله هي اكبر من الجهويه المتقدمه هي حكم ذاتي هي حكم ذاتي غير رسمي وللمغرب يحترم المشروعيه الدوليه ولم يتحدث الملك يحترم المشروعية الدولية ويحترم المصطلحات لهذا لم يتحدث أننا اليوم شرعنا في تطبيق الحكم الذاتي، وانما يترك المجال للشرعيه الدوليه اللي ولكن يظهر بان مضامين الجهويه المتقدمه من خلال الخطه الاستراتيجيه وكل مضامينها التي تكلم عنها في الشق السياسي والشق الاقتصادي والشق الاجتماعي والشق الثقافي بان هذه هي مطالب الشعوب في الحكم الذاتي هذه هي مضامين الرسميه للحكم للحكم الذاتي انما نحن نطبقها الان بشكل غير الرسمي في انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات والمشروعيه الدوليه احتراما للامم المتحده وللدول اذا فهناك مقابله هناك تماثل وتوازن ما بين الجهويه المتقدمه وما بين الحكم فقط نمارس الجهويه المتقدمه بشكل رسمي ولا نتحدث عن الحكم الذاتي الا بشكل غير غير رسمي بالحديث عن الحكم الذاتي أستاذ القصوري جاء في الخطاب ان المغرب لن يقدم اي تنازلات اخرى سقف ما يمكن ان يقدمه المغرب هو الحكم الذاتي وهذا المقترح الذي قدمه المغرب للمنتظم الدولي عموما. الحكم الذاتي في الصحراء هذا المقترح في الخطاب الملكي جاء بعد الجهويه المتقدمه يعني استكمالا لهذا المشروع الكبير هذا الورشه الكبير الذي دخل في المغرب الى محطته الاخيره ومباشره بعد ذلك تحدث الملك عن يعني التصدي لمناورات الاعداء وما الى ذلك وكل اشكال الانفصاليين الذين ينساقون الى اطروحات هؤلاء الاعداء. كيف نربط بين هذين يعني المعطيين في الخطاب الملكي؟ أظن أن الخطاب له نسقية وله تواتر في عموده الفقري ففي المقدمة يطرح المرحلة وأين نحن أين وصلنا في الزمان وفي المكان بعد أربعين سنة في الصحراء من خلال العيون وكذلك يرسم خطة استراتيجية كما ذكرنا لتنمية المنطقة وهنا تكتمل الحلقة الكبرى والأساسية في الخطاب الملكي ليعرج في النهاية وفي إطار الخاتمة وفي إطار بعد مجموعة من الرسائل لمجموعة من الجهات وليرسم يبدأ برسم السقف الأخير والنهائي بخصوص الحكم الذاتي على أساس أن الملك والمغرب يعي جيدا التنازلات التي قدمها منذ السبعينات وفي أثناء الثمانينات في حين قبل بالاستفتاء والصعوبات رغم الصعوبات التي لقيها في الطريق ورغم التضحيات والشهداء وما الى ذلك وتقدم ايضا خطوه كبيره وجريئه الى الامام بالحكم الذاتي في حين ان الطرف الاخر ظل يراوح مكانه ولا يقدم اي شيء وظل يرافع مقوله فضفاضه تجاوزها الزمن وتجاوزها التاريخ وتجاوزها الاجيال هي مقوله تقرير المصير على اساس الاستفتاء المتعذر في الواقع في حين انه الان العالم يعي جيدا بان تقرير المصير على اساس مقوله الاستفتاء ليس هو الصيغه الوحيده لتقرير المصير وانما تقرير المصير في اوروبا نفسها في في مؤتمر الصلح بباريس في 1919 كان هناك تطبيق المصير في المانيا في علاقتها بالدول المجاوره لا في ست نماذج ولم يطبق تقرير المصير وانما اعتمد اعتمد الاستفتاء كقاعده للاستئناس وكانت لجنه هي التي اشرفت على ترسيم الحدود وبالتالي لم يطبق تقرير المصير في أي مكان ما فهذه المقولة بعد هذه المدة سبعين الآن قرن من الزمن تجوزت بشكل ما بين أربع سنوات تكون 96 سنة تجوزت عمليا وجميع الخبراء وجميع الدول وج... تعترف اليوم بان الحكم الذاتي هو الانسب لان يحظى بموافقه جميع الاطراف ويكون تطبيق واقعي له ويرضى به الجميع ولا يخلق مشاكل للدول بعد بعد تطبيقه بعد تطبيقه. اذا المغرب يقدم مقترحا له مصداقيه وموضوعي وواقعي وقابل للتنفيذ في ارض الواقع والنموذج الان دون ان يجبرنا اي احد على ان نقوم بهذه الاشياء، نحن نقوم بها من تلقاء نفسنا. اذا هو يقدم هذا السقف نحن قدمنا ووصلنا الى الحكم الذاتي ماذا قدم الاخرون يهددون بالحرب فقط رغم ان الامم المتحده واي اعضاء في الامم المتحده غير مسموح لهم بالحديث عن الحرب او ان يقوموا بحرب بالوكاله ضد بلد وعضو في الامم المتحده ثم بعد ذلك بعد بدا في بعث رسائل اخرى الى الجهات التي الى الصحراويين انفسهم صحراوي ومغاربه الداخل وهم اقليه ويريدون ان يظهروا بانهم الاكثريه لان الانتخابات الاخيره اظهرت بان الذهاب الى صناديق التصويت كان كثيفا جدا وهو استفتاء وما حصل اليوم في العيون في انتظار جلاله الملك ووصول جلاله الملك لساعات طويله وبشرى للوصول فهو يعد ايضا استفتاء على تقرير المصير في صيغه الحكم الذاتي ايضا والديمقراطيه تقتضي سماع اصوات جميع الناس وليس سماع شخص او نخبه او شخصيه كيفما كانت بالنسبه لحقوق الانسان ايضا كذلك ما يقومه حقوق حقوق الانسان ليست غايه في ذاتها حقوق الانسان هي وسيله واداه من اجل تامين كرامه الانسان فما يقوم به المغرب على جميع الاصعده التي ذكرنا من اجل تكمين تامين كرامه الشعب الصحراوي الذي لا ظل مهملا واذا ك... ثم قدم رساله على كذلك الى الجزائر والى جبهه البوليزاريو بخصوص ما تقوم به سنصل الى هذا السؤال استاذي نعم. القصوري قبل ذلك هناك بعض الحكم يمكن بعض العبارات يمكن ان ان نضعها في خانه الحكم والامثال ولكنها فيها دلالات كبيره جدا فحينما يقول الملك المغرب اذا وعد وفى قولا وفعلا وكذلك لا نرفع شعارات فارغه ويضيف ايضا ولا نبيع الاوهام يعني سبقت هذه هذه العبارات قراءه للملك في في مجموعة من الشروحات التي قدمها الملك في مجموع ما وعد به المغرب ووفى به بالنسبة لوعوده لسكان الصحراء المغربية ومن جملة ما وعد به الجهوية المتقدمة فيما يتعلق بالديمقراطية فيما يتعلق بهذه مجموعة من الأوراش الكبرى ما هي هذه نريد يعني قراءه في هذه الدلالات بخصوص استعمال هذه المصطلحات وهذه العبارات. ربما من اجل تفكيك هذه الدلالات يمكن ان نعود بشكل بعيد الى مرجعيات اكثر والى مقولات اكثر شحنه واكثر ايديولوجيه. الجزائر تعتبر نفسها بلدا اشتراكيا. وبلدا ديمقراطيا شعبيا، وبالتالي فهي تؤمن لشعبها الديمقراطيه وتؤمن لشعبها حقوق الانسان وتؤمن لشعبها كرامته وحتى للشعوب الاخرى، وتتغنى بالسلم في قان... في قوانينها وفي دس... وفي ف... وهي لا وهي اخر من يومن بحقوق الانسان، واخر من يومن بالاشتراكيه، واخر من يومن بالديمقراطيه. الجزائر شعبها جائع بكل احترام لهذا الشعب. شعرها لها اراضي شاسعه وليست بلدا زراعيا ولا اقتصاديا وبالتالي وليست بلدا اشتراكيا وليست السلطة بيد الشعب السلطة بيد العسكر فحين نحلل المنظومة السياسية والمفاهيمية للبناء, العسكري للبناء السياسي في الجزائر نجد أن دائما غلبت ما هو عسكري لما هو سياسي نجد المجتمع المدني مغيب نجد الأحزاب والمعارضة غائبة نجد الاشتراكية غير موجودة أين الاشتراكية والعسكرية كلهم يحزون أنه كل الإدارات وكل الخيرات أصبحت إقطاعيات وضيعات في يد زمرة قليله فنجد اذا الشعب مغيب بل العصا هي الموجوده، المجتمع المدني غائب وغير وغير موجود، الاحزاب الاحزاب مغيبه، الاعلام الاعلام متحكم فيه وموجه وموجه، حقوق الانسان غائبه ابسط حقوق الانسان غائبه، الديمقراطيه غائبه، رئيس على كرسي يحكم يحكم شعبا، جسد بلا روح تنتظر الكرسي في الجزائر اليوم فارغ ينتظر من ياخذه وبالتالي بدات هناك تصفيات للحسابات من اجل تسهيل أمور لمن يريده الرئيس أو تصفيات أجهزة الأمن التي بيدها ملفات من أجل مصلحة الأجهزة العسكرية وإيجاد تسويات حتى قبل الرئيس فأين هي نفس منطقة المافيا التي كانت في الجزائر قبل الاستقلال هي الموجودة الآن إذا الجزائر هي خطابات وشعارات وأدبيات وكلام ليس في الواقع الأيديولوجيا مخالفه ومعاكسه تماما لما هو موجود في الواقع اذا اردنا ان نحلل هذا النظام وهذا الخطاب الملكي يعي هذا جيدا ويعرف هذا جيدا نحن نتحدث عن الاشتراكيه الاشتراكيه نقوم بها في التنميه تنميه الموارد البشريه في ارض الواقع الاشتراكيه حين نمكن الشعب من ان يحكم نفسه بنفسه وهذه هي الاشتراكيه وهذه هي الطبقيه حتى الادبيات والمقولات الماركسية غير موجوده ولكن حين نمكن الشعب ان يحكم نفسه بنفسه حين نقدم له الدعم في استثمارات الموارد الاقتصاديه في ونبلور ونحسن ثقافته ونتغنى ونفرح بها هذه هي الاشتراكية حين نعطيه بما يحفظ به كرامته ونوفره نوفر له الشغل إذا هذه مقومات البلد الاشتراكي هل قدمت الجزائر ذلك في حين أنه يبعث رسالة لأن الحجة بالحجة يكون الدليل والحجاج ما نحن نفعل هذا في الصحراء جعلنا من العيون عاصمة فماذا فعلتم أنتم بالنسبة لتندوف لربعين ألف من الناس ويعطيهم بالارقام والحجه كان بامكانكم ديروا 6000 6000 منزل عندكم ما من الفوسفات ما عندكم من البترول ما يكفي 150 شقه في اليوم في 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 السنه ولم تقوموا ولم تقوموا بهذا اين هي كرامه الشعب الجزائري اين هي كرامه المحتجزين والرهائن في 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 تندوف جاءت الاجابه مباشره بعد ذلك استاذ القصوري يعني بالنسبه في حديث عن المحتجزين في مخيمات تندوف فضح الملك بالارقام الجزائر وكذلك قياده البوليساريو بخصوص مساعدات التي تلقاها الجزائر والبوليساريو بالملايين وهذا بالارقام يعني كما قدم بالارقام ايضا عدد سكان مخيمات تندوف كيف ترى هذه النقطه بالاساس ان المال ان الملك في خطابه اعتمد لغه بالارقام لفضح سياسه النظام الجزائري وكذلك قياده البوليساريو هذه اللغه لغه الارقام دائما هي لغه اقناعيه لغه واقعيه لغة يمكن أن نذهب لنبحث في مدى مصداقيتها فنتأكد من ذلك ولا يمكن للملك أن تكون الأرقام غير حقيقية وبالتالي ليست مجرد مزايدات هذه الأرقام مسجلة ومدونة عند الغير هنا وهناك عند الأوروبيين عند دافع الضرائب في أوروبا ومؤسساتهم وبالتالي من أراد أن يتأكد منها فليتأكد المغرب كان كان دائما يتعفف عن أن يدخل في هذه الأمور مع مع بلد شقيق كان يتمنى دائما أن تفتح الحدود وأن وأن تكون هناك صلات ويكون هناك دائما نعم دائما ولكن المزايدات الجزائرية التي لا تستغل كل حدث لتحوله إلى ادعاءات وتشنع بالمغرب وإلى وتمس كرامة تأخذ هي تخوض حرباً تخوض حربا بالوكاله ضد المغرب في الادبيات الامميه اذا استعملناها الجزائر ما تقوم به من احداث لا ضربه مثلا مغربي في الحدود المغربيه فهي تقوم بحرب ضد بلد في الامم المتحده وهي ممنوعه من ذلك لو كانت هناك جراه في الامم المتحده لكانت تدان الجزائر وتحاكم ولكن نظرا لاعتبارات دولية في المنطقة الأمم المتحدة تريد أن تجد حلا متفاوض عليه لا تريد أن تطبق عقوبات في شخصية أو جماعية أو بالنسبة لدولة معينة ولهذا تتقاضى عن هذه الأمور لنعود بالنسبة للملك حين يعطي هذه الأرقام فهو يعطي أرقاما واقعية وأرقاما للإقناع أرقاما للحجة أرقاما للتاريخ وليس وليس للمزايدات وعلى النخب وعلى الشعب الجزائري ان يبحث في هاته الارقام وعلى محتجزي تندوف ان يبحثوا في هاته الارقام فهم يستغلون ماساه محتجزي ورهائن تندوف ويعيشون عليهم حين يقول بان هناك من اغتنى ايضا من القياده البوليزاريو او حتى جنرالات الجزائر على ماساه الشعب الصحراوي وبان لهم ارصده ولا ول ولهم 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 باوروبا وبمدول كثيره فهو لديه المعطيات الواقعيه المسجله الموثقه التي لا يمكن ان يطعن فيها أي, اي احد الا سمحت لي استاذ القصوري يتبين ان الملك يؤكد في خطابه ب بلغه بهذه اللغه لغه الارقام أنه يتابع كل صغيرة وكبيرة في في هذا الملف وخصوصا حتى وحتى فيما يتعلق بالاعداء اعداء الوحده الترابيه يعطي معطيات دقيقه جدا ومفصله عن مخططات الاعداء عن في ويستعملها في طريق في فضحها مثلا حينما يتحدث عن حساباتهم البنكيه في الدول الاجنبيه وكيف يغتنمون من هذه المساعدات الى غير ذلك الملك حين يتحدث بهذه اللغه، هذه اللغه تسمى الواقعيه العاريه. الواقعيه العاريه هو ان يكشف كل الامور. المغرب لديه ملف ابيض عفوا يمكن ان نسميه اسود بخصوص الممارسات، كل الممارسات الجزائر وقياده البوليزاريو وبكل الغنائم وكيف تتعامل مع الشعب الجزائري ومع رهائن تندوف، ولكن لم يكن يريد ان يوظفها. لان الدو في عفاف دوله في مسؤوليه دوله تجاه المنطقه وتجاه بلد كيفما كان هو بلد شقيق تجمعنا واياه يجمعنا واياه تاريخ وكتكون هناك مشاكل بين الدول لا نصل الى ان نلعب لعب الصغار ولكن ما دام ان الجزائر يلعبون لعب الصغار فلا بد من المغرب ان يكشف جميع الاوراق وحين هو وحين يكشف الاوراق ليس للتشفي وإنما ليطرح الأمور للرأي العام لتصير رأيا عام وبالتالي لأن الجزائر كانت تحاول أن تتعامل مع أي صغيرة في المغرب وتضخم منها فلماذا المغرب لا يقوم بنفس اللعب أيضا ويلعب نفس الدور وهو الذي له ملفات كبرى بهذا الشأن فهو الآن دخل بنفس هذا لابد أن نخلق للجزائر مشاكل لا ننتظر الجزائر حتى ان تخلق لكي تخلق لنا اي مشاكل ونذهب نحن لنطفي هذه المشاكل والتي تكلفنا اشياء كثيره في سمعتنا وفي استثمارنا وفي علاقاتنا فلا بد ان نهاجم الجزائر وان نبادر لخلق مشاكل لها ولفضحها امام الراي العام الداخلي والخارجي والدولي وامام الجمعيات لماذا يتكلم المغرب ليس لديه ما يخشاه بل هو سمعته الان دوليا قويه راكما في مجال الديمقراطيه في حقوق الانسان في الانتخابات في كل في كل شيء في كل شيء في البنيه التحتيه في المغرب المغرب مغرب اخر ليس هو مغرب السبعينات او الثمانينات وحتى حتى التسعينات كانت لديه فجوات كثيره وهنات كثيره الان سمعة سمعة المغرب مرفوعه في كل مكان ويمد يد العون لجميع الاشقاء اينما كانوا في اي بلد اقليمي او جهوي او حتى او حتى او حتى دولي فلماذا لا يتحدث عن عن فضائع الجزائر وفضائع رجالات الجزائر وفضائع خصوم ورجالات البوليزاريو اذا هو الآن يبادئ يبادر واظن ان هذه العمليه عمليه ايجابيه وأتمنها ونطلب بان نخلق للمشاكل في جميع للجزائر في جميع المحافل الدوليه ان نسبق ان نكون سباقين لخلق المشاكل لها في كل صغيره وكبيره ونتركها هي لردود فعلها وانفعالاتها خصوصا في الظرفيه السياسيه لخواء الكرسي القيادي بالجزائر وصراع الاجنحه داخل الجزائر وحتى اثناء ردود فعل الشعبية الآن في منطقة القبائل التي تطالب بالحكم الذاتي فالمغرب إذا لم يقم سوى بحفظ حقه في التعامل بالمثل وهذا أضعف الإيمان قبل أن نختم أستاذ القصوري جاء يعني الملك في الخطاب طبعا وجه مجموعة من الإرشادات للحكومة وأمرها بمجموعة من الأمور بخصوص الأقاليم الجنوبية مثلا طالب الملك الحكومة من الحكومة بإعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي طلب ايضا بالاسراع بتفعيل المقتضيات القانونيه المتعلقه بنقل الاختصاص الاختصاصات من المركز الى الجهات يعني كيف يمكن للحكومه يعني ان تشارك في هذا الورش الكبير يعني ان تشارك بهذا الورش الكبير طبعا الجهه طبعا نعود الى الجهويه المتقدمه وما الى ذلك في هذا في خدمه لقضيه في خدمه للقضيه الوطنيه ربما نقول منذ انتخابات رؤساء الجهات في المغرب واستقبال الملك لرؤساء الجهات بمدينة طنجة هو كان احتفاء بهم وتحفيزا لهم على مسؤوليتهم وأيضا توضيح مسؤولياتهم وصلاحياتهم والعمل بتجانس مع الولاة ولكن لم يكن لي لم يدل بخطاب اعتبرنا هذا بأنه انطلاقا للجهوية ولكن الان الخطاب الحقيقي في انطلاقة الحقيقية للجهوية المتقدمة في المغرب كان من العيون أعطى انطلاقة الحقيقية من خلال خطاب حقيقي وهو حين يخاطب الحكومة بأن يتعب بما, بما ذكرتم فهو لا يطلب فقط بخصوص قضية بخصوص الصحراء وإنما نقل الاختصاصات المركزية لللا مركز هي مسألة وطنية تخص جميع الجهات ولا بد من الشروع فيها فقط هو يطالب بالتعجيل في تنزيلها من, من أجل إنجاح هذه الخطه الاستراتيجيه في اقرب الاوقات لان المواطنين لا ينبغي ان ينتظروا حتى تكون المنافع وتتحقق المنافع في اقرب الاوقات لان المواطن ويدبر سكان الصحراء امورهم المؤسساتيه بانفس بانفسهم ويستغلوا وي خيراتهم بانفس بانفسهم ويحقق العداله الاجتماعيه فيما بينهم حسب اولوياتهم فقط اذا هنا انطلاق الحقيقيه اليوم في الجهوية المتقدمة تعطى من خلال هذا الخطاب في الصحراء وأسمح لي بأن هذه الأمور هناك كذلك الحديث عن التضامن هو ما هو وارد في قضايا الجهوية الآن سمعناه أيضا في الخطاب الحديث عن صندوق لم يكتفي بهذا وانما الحديث عن صندوق فكما كان هناك الحديث عن صندوق لبعض الجهات النائيه بعشرات المليارات فهو يتحدث الان عن صندوق خاص للصحراء وهذا ما يجعل الاقوال افعال في ارض الواقع ويعطي توجيهاته وتعليماته التي التي تعتبر قرارات لا يمكن لاي احد أن يتعامل معها بأي شيء بأي شكل سياسوي وإنما ستعرف الخروج إلى النور في الأقرب في أوقات الأوقات وبشكل وتؤجرأ بشكل دقيق وبشكل فعال الملك كذلك اسمح لي أن أضيف بأنه بعث برسائل بخصوص أعداء المغرب ليس الجزائر فقط وإنما ما به السويد في معاداة المغرب وفي مناقشته في استثمار ثرواته ورد عليها بأن هذه خيراتنا وخيرات أبناء الصحراء سنستثمرها نحن كما نستثمر في وصفات بكره عن وصفات خريب كان نستثمر ذلك فوسفات بكرة وإن كان ليس بنفس المستوى حسب المعايير والمقاييس الدولية فهو يرد عليهم ويتشبت بحق ويحملهم مسؤوليتهم في ذلك ويؤكد بأنهم لا يعرفون المغرب ولا يعرفون الصحراء ولا يعرفون الواقع إنما اتخذوا مواقف منحازة تخالف حتى مشروعيتهم الإيديولوجية وشعاراتهم الديمقراطية كبلد ديمقراطي بالنسبة للسويد بل أكثر من ذلك يؤكد لهم بتشبث المغرب باستثمار واستغلال خيراته دون ان يخضع لاي ابتزاز او ضغوط ويتشبث بالافق بانه سيفتح شراكات مع الدول الصديقه والشقيقه وش من اجل ان تستثمر في الصحراء وفي الصحراء يكون ما يكون وهذا خطاب جري لا خوف فيه لا دوله قويه ولا دوله صغيره، لا دوله تسمى ديمقراطيه ودوله غير ديمقراطيه، المغرب له من المكتسبات ومن المؤهلات على المستوى الديمقراطي والحقوق بما ينافس به الآخرين ويدحض به كل مقولات الآخرين ويتكلم مرفوع الرأس وهذه خصوصية الملك محمد السادس <applause> وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أستاذي الفاضل أدريس القصوري شكرا جزيلا لك العفو, العفو. مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة التي خصصناها لقراءة وتحليل في مضامن الخطاب الملكي رفقة الأستاذ والمحلل السياسي أدريس القصوري شكرا لكم جزيل الشكر على الأطيب على متابعتكم الطيبة وإلى اللقاء